تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا يشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. يعني سبحان الله، كلام يملأ قلب المؤمن يقينا وتصديقا للنبي الذي لا ينطق عن الهوى. عمر الخمر ما سميت بغير اسمها إلا في هذا العصر. الخمر معروف إنها الآن بتسمى بالمشروبات الروحية، مشروبات روحية هكذا تسمى الخمر. لا يشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، تضليل وتلبيس وخداع. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. دي خمر؟ لا يا شيخ، دي مشروبات روحية، تتحرم ليه؟ ده خنزير. أيوة يا سيدي، ما أنا مش مختلف معاك، بس الخنزير اللي حرم كان خنزيرا مريضا موبوءا مبتلا بالأمراض. أما الخنازير اليوم فهي تربى تحت العناية الطبية والرعاية الصحية، تحرموها ليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احتالوا على حرام الله بالإحلال إلا من رحم ربي جل وعلا. فانظر إلى هذه الكلمات التي هي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليأتين على الناس ليشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث يا إخوة. روى النسائي بسند صحيح موقوفا على عثمان رضي الله عنه بيقول إيه؟ بيقول اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، فلقد تعلقت امرأة برجل فأرسلت إليه جاريتها للشهادة، يعني تضحك عليه لتدخله بيتها، فدخل الرجل إلى بيت المرأة فوجد بين يديها خمرة وغلاما لها، وطلبت منه المرأة أن يفعل فيها الفاحشة فأبى، فأصرت عليه أن يقبل منها كأسا من الخمر، فقبل الكأس فشرب الخمر، فلعبت الخمر برأسه فزنى بالمرأة وقتل الغلام. فاتقوا الخمرة فإنها أم الخبائث، ووالله لا يجتمع الخمر مع الإيمان في قلب إلا وطرد أحدهما الآخر. إما أن يطرد الإيمان حب الخمر من القلب، وإما أن يطرد حب الخمر الإيمان من القلب. مستحيل يبقى الإيمان وحب الخمر في قلب واحد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال أبو هريرة وابن عباس وغيرهما إذا شرب المؤمن الخمر ينزع منه الإيمان هكذا. شبك ابن عباس بين أصابعه وقال ينزع منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. وخلع قميصه مرة أبو هريرة وقال يعني يخلع منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. ولبس قميصه ورفع يده مرة على رأسه وقال ينزع منه الإيمان فيصبح على رأسه كالظلة، فإن تاب وعاد عاد إليه الإيمان هكذا. يبقى لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يجتمع الإيمان مع حب الخمر في قلب واحد. وحدول الحمد لله، اللهم لك الحمد. والله يا شيخ أنا بفضل الله عز وجل أنا لا أشرب الخمر. أنا صحيح بشتري الخمر أو بأسأل الآخرين حتى ولو كانوا من غير المسلمين أنا بسقيهم الخمر، بس أنا الحمد لله ما دقتها أبدا ما أشرب. اسمع ماذا قال رسول الله، وإياك أن تخدع، وإياك أن تخدع.
روى الإمام الترمذي في سننه وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه وغيرهم بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الخمر. بس لا استنى استنى وخلي بالك والله، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. يا خبر أبيض، مش ممكن في حد تاني لسه باقي؟ ده كلام النبي. اوعى تقول يا شيخ انا ما بشربش اقدمه لغير المسلم، حرام والله حرام. انت ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ان فعلت ذلك بعد ان تعلمت وعلمت. ده كلام النبي. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ما فيش حد تاني يا أخوانا، فيش حد تاني. حرام حرام أن تقدم الخمر لأي بشر على وجه الأرض ولو لأكثر أهل الأرض، أنت ما تقدمهاش. لا تعرض نفسك للعنة الله جل وعلا. والله ما حد يقدر على لعنة الله، يعني على الطرد من رحمة الله التي وسعت رحمته كل شيء. اللعن يعني الطرد من الرحمة، مستحيل يا أخي والله العظيم. نحن في أمس الحاجة إلى رحمة الرحمن الرحيم جل وعلا. اوعى اوعى تشيل خمرة، اوعى تسقي خمرة، اوعى تبيع خمرة، ما ينفعش. ومحدش ينظر للمسألة تنظيرا علميا ويقول دي مصلحة، مصلحة إطلاقا. المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة شرعية، أو مصلحة، وكلاهما صحيح في اللغة، مصلحة شرعية، ومصلحة مهدرة ملغاة محرمة، ومصلحة مرسلة. إيه الكلام ده باختصار؟ المصلحة الشرعية ما وافقت الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. مصلحة شرعية يعني حيثما وجد الإسلام فثمت المصلحة، ولا حرج أن تقول حيثما وجدت المصلحة فثم الإسلام بهذا الضابط، لأن الإسلام لا يأتي إلا بمصالح العباد وسعادة في الدنيا والآخرة، لكن الأصل حيثما وجد الإسلام فثمت المصلحة، هذا هو الأصل. حتى نخرج، وإلا فإن أناسا يحولون مثلا العنب إلى خمر لزيادة رأس المال ويقول والله دي المصلحة بالنسبة لي، نقول له لا، هذه مصلحة مهدرة، مصلحة محرمة، مصلحة ملغاة، لأنها تصطدم اصطداما مباشرا مع المصلحة الشرعية التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله. يعني هذه المصلحة المهدرة مصلحة تخالف المصلحة الشرعية، يعني تخالف القرآن والسنة، يبقى دي اسمها مصلحة محرمة ملغاة أو مهدرة. طب القسم الثالث بين دول المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة التي لا تخالف أصول الدين والتي لا تخالف القواعد العامة للشريعة، يعني توثيق عقود الزواج. مش هتلاقي على هذا دليل لا في القرآن ولا في السنة، ولكن أدلة عامة. دي مصلحة مرسلة لضمان حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم. وقس على ذلك، يبقى الخمر أم الخبائث. قال الله تبارك وتعالى أول الآيات نزولا في تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن الخمر تحجب العقل، والعقل مناط التكليف،